مساء الخير على اجمل مشاهدين عرب وود في كل مكان. حلقه جديده مليانه دايما باخبارنا الفنيه وطبعا الحصريه من كل الوطن العربي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير يا ايه. مساء النور. ما تنسوش كمان تتواصلوا معانا على كل مواقعنا على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستغرام. وحالا هنبدا بالهايلايتس. جلسه تصوير جديده للنجمه غاده عبد الرازق. السبكي يؤجل تصوير فيلمه الجديد اهل العيب لشهر يوليو. المهرجان الدولي الاول للطهاه يكرم الفنان طلعت زكريا والفنانه انتصار. لقاء خاص مع الفنان السوري الشاب روجيه خوري. غاده عادل تبدا تصوير مشاهدها في مسلسل عفاريت عدلي علام. الفنان السعودي محمد بودلة بيكشف لعرب وود تفاصيل البومه الجديد. كشفت الفنانه غاده عبد الرازق عن احدث جلسه تصوير ليها ونشرت الصور على صفحتها انستغرام، وظهرت غاده بشكل اصغر من سنها. والكل وصف جلسه التصوير بانها جريئه جدا وظهرت بفورمه شعر بسيطه جدا. وزي ما في ناس انتقدت غاده ففي ناس كتير عجبها اللوك اللي ظهرت بيه وقالوا لها على صفحتها كل ما بتكبري بتحلوي. واضح ان غاده عبد الرازق قررت تثير الجدل مع بدايه السنه الجديده، وخاصه بعد ما نشرت صور ليها يوم الكريسماس مع مدير الانتاج محمد بندق. واعتقد البعض ان غاده ومحمد بندق اتجوزوا، لكن غاده عبد الرازق كذبت الموضوع وقالت ان هم اصحاب، وقالت كمان انها قريب جدا هتعلن زواجها من رجل اعمال. من ناحيه تانية بتستعد غاده عبد الرازق نهايه شهر يناير الحالي لتصوير مسلسلها الجديد ارض جو، واللي هتنافس بيه في شهر رمضان الجاي. ورشح مخرج العمل محمد جمعه الفنان قصي خولي لمشاركه غاده عبد الرازق في بطوله المسلسل، لكنه اعتذر بسبب قله الاجر المتفق عليه. وامال معروف ان غاده عبد الرازق وقصي خولي بيصوروا حاليا الموسم الثاني من عرب كاستنج، واللي بيكتشفوا من خلاله مواهب تمثيليه جديده. قلت لكم مزعلين حدا من الليل. انا افهاتي افهاتي كترت البرنامج ده قوي، فده اكيد افه يعني. لانه شيطان شيطان مربيين هنا. يا جماعه يا جماعه بدي اقترح اقتراح، كلياتنا الافه تبع غاده مع بعض، بتعرفوا كلياتنا حافظين. الله يعطيكم العافيه. شكرا. واخر اعمال الفنانه غاده عبد الرازق كانت في شهر رمضان اللي فات من خلال مسلسل خنكه، وشاركها البطوله فيه ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وانتصار. احتفل بعض أصدقاء الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ80 من أيام في مستشفى المعادي العسكري، واللي بتستكمل فيها علاجها حالياً. وحرص على حضور عيد ميلاد الفنانة نادية لطفي الفنان سمير صبري ودلال عبد العزيز وفيفي عبده والإعلامية بوسي شلبي. وكمان حضر لعيد الميلاد أحمد البشاري ابن الفنانة نادية لطفي، والأول مرة بيظهر إعلامياً وهو من زوجها الثالث. أما تورتة عيد الميلاد فكانت مميزة جداً واتزينت بصورة الفنانة نادية لطفي وضمت مشاهد كتير من أفلام. ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة جمعتها بالفنانة نادية لطفي على صفحتها بإنستغرام، وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي بتبوس إيد الفنانة نادية لطفي وبتقول لها كل سنة وانت طيبة. قبل مليون سنة وهي منورة الدنيا كلها، بحبك قوي. الله أكبر. خمسة وخميسة يلا بقى. وأيوة بقى إمو إيه الحلاوة دي حبي. أيوة يا ولا أهو شايف الجمال والحلاوة أهو. الله أكبر الله أكبر أهو. من المعروف ان الفنانة نادية لطفي اصيبت من فترة بأزمة في جهاز التنفس وضلوعها، لكنها خضعت لكورس علاج مكثف وحالتها في تحسن ملحوظ. يا ترى ليه اجل المنتج احمد السبكي تصوير فيلمه الجديد اهل العيب؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. ودلوقتي هنروح لأخبارنا، واللي هنبدأها بتعاقد الفنان أمير صلاح الدين بشكل رسمي على المشاركة في مسلسل بين عالمين، وده مع الفنان طارق لطفي. وحاليا بيحضر أمير نفسه للتصوير، وهيقدم أمير شخصية ديلر، والمسلسل من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت. الفنانة عايتن عامر بتستعد لتصوير دورها في مسلسل فوبيا، واللي هتشارك في بطولته مع الفنان خالد الصاوي ووليد فواز وأحمد صفوت وميرهان حسين وأحمد فؤاد سليم ولطفي لبيب. المسلسل من تأليف طارق بركات والإخراج لعادل الأعصر، وهيتم تصوير المسلسل خلال الأيام الجاية. انضم الفنان حمزة العيلي لفريق عمل مسلسل ولاد الطيب مرزوق وقته، وبكده هيرجع للعمل مع الفنان محمد رمضان اللي سبق وحقق معاه نجاح كبير في مسلسل ابن حلال، اللي قدم من خلاله شخصية مسكر واللي أخذ بسببها جوائز كتير. أجل المنتج أحمد السبكي تصوير فيلمه الجديد أهل العيب لشهر يوليو،
وده بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية. فيلم أهل العيب من تأليف تامر حبيب والإخراج لهادي الباجوري. والفيلم بيدور في إطار اجتماعي حول 6 شخصيات بتدفعهم بعض الأسباب إنهم يجمعوا المال من طرق غير شرعية. ومرشح لبطولته غادة عبد الرازق وياسمين رئيس ودينا الشربيني ومحمد ممدوح. المهرجان الدولي للتوها هيكرم الفنان طلعت زكريا وانتصار والفنانة بدرية طلبة وكمان الليبية خدوجة صبري والفنانة علا رامي في المهرجان اللي هتستمر فعالياته لمدة 5 أيام في شرم الشيخ وهيفتتح وزير السياحة يحيى راشد. فاصل وراجعين لكم تاني، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. الفنانة صابرين وافقت على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، وده بعد ما تراجعت عن اعتذارها عن قبول الدور بسبب انشغالها وتعاقدها على أعمال فنية تانية. وقالت صابرين إن سبب اعتذارها في البداية كان خوفها من تضارب مواعيد التصوير، لكنها بعد ما عرفت إن التصوير الجزء الثاني من المسلسل هيكون في شهر مارس رجعت عن قرارها ووافقت على الدور. وبعد ما تأكدت كمان أن المسلسل هيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني وافقت وتعاقدت على المشاركة في بطولة المسلسل، خاصة وأنها كانت متفقة مع الكاتب وحيد حامد مؤلف مسلسل الجماعة واللي بتشارك في بطولته أنها ما تشاركش في مسلسلات تانية هتتعرض في رمضان. صابرين هتقدم في أفراح إبليس نفس الدور اللي قدمته الفنانة عبلة كامل وهي شخصية جمالات زوجة الفنان جمال سليمان في المسلسل، وتم ترشيح صابرين بعد اعتذار الفنانة عبلة كامل عن المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل. وبكده هتكون صابرين أنقذت بطل المسلسل جمال سليمان ومسلسله، خاصة أن مفاوضات الشركة المنتجة مع الفنانة عبلة كامل لبطولة الجزء الثاني فشلت، لأن عبلة كامل رفضت أنها تقدم أي أعمال صعيدية جديدة، خاصة بعد ما قدمت 4 أجزاء كاملة من مسلسل سلسال الدم، وهي عاوزة دلوقتي أنها تبعد شوية عن النوعية دي من المسلسلات. والله ما زيتيهاش عفش عليكي وانت بتجسيها عند الصاير، ولا هو تجرع بنات وما ترجع تفلوس على الفاضي. طب بلاش، مش نفكوا عن نفسينا ونتفتح شوي، ولا يعني الحبس هنا مكتوب علينا. حبسين بعد الشهر لو انت هنا في سجن زي ما يكون كده. سامعة يا نورة؟ طب قولك ايه، عشان الكلمة دي بالذات انا مش هروح معاكي. الجزء الأول من أفراح إبليس اتعرض سنة 2009 وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جمال سليمان وعبلة كامل وأحمد سعيد عبد الغني وريهام عبد الغفور وأحمد صفوت وآيتن عامر. وقصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل محمد صفاء عامر، والإخراج كان للراحل سامي محمد علي. بص على دي الأول. هدي دي فلوس الزينة أبو زهران اللي كان رايح بيها المزاد. في الناحية التانية الفنانة صابرين بتقوم بتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة مع الكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف البنداري، وهتقدم من خلال المسلسل شخصية زينب الغزالي واللي بتنتمي لجماعة الإخوان. الفنانة غادة عادل بدأت تصوير أولى مشاهدها في مسلسل عفاريت عدلي علام واللي بتشارك في بطولته مع النجم عادل إمام واللي هيشارك في السباق الرمضاني الجاي، وده بعد تأجيل التصوير أكتر من مرة بسبب ديكورات المسلسل. ودي أول مرة هتشارك فيها غادة عادل الزعيم في عمل فني، وقالت إنها سعيدة جدا وهتستفيد منه على المستوى العملي والإنساني، وكمان هتستفيد من جمهور كبير. عفاريت عدلي علام بيشارك في بطولته الفنانة هالة صدقي ومي عمر ولطفي لبيب ومحمد ثروت، وهو من تأليف يوسف معاط والإخراج لرامي إمام. المسلسل بيدور في إطار اجتماعي كوميدي من خلال شخصية عدلي، رجل بيعمل بهيئة دار الكتب على درجة وكيل وزارة ومهتم جدا بالشأن الثقافي والحركة الثقافية، وبيقوم بكتابة مقالات في السر من غير ما يكتب اسمه. من ناحية تانية بتواصل الفنانة غادة عادل تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم هروب اضطراري واللي بتقوم ببطولته مع الفنان أحمد السقا وفتحي عبد الوهاب وأمير كرارة، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير والإخراج لأحمد خالد موسى، وبتدور أحداثه حول عدد من الأشخاص بيتم اتهامهم في قضية قتل ابن أحد رجال الأعمال، وبتكون قضية رأي عام. غادة عادل كمان بتستعد لتقديم تجربة جديدة من خلال برنامج تلفزيوني هتقدمه حصري على إحدى القنوات الخاصة، وهيكون برنامج منوعات أسبوعي بتستضيف فيه عدد من النجوم وعدد من الفقرات الترفيهية. وكان آخر أعمال غادة عادل مسلسل الميزان اللي اتعرض في رمضان اللي فات وحقق نسبة مشاهدة عالية. مش نبطل غلط او نغير من نفسنا، والا يبقى كلنا مذنبين ومهما عملنا بعد كده في حياتنا مش فارقه. فضايحه هو واللي زيه كانت بتعدي عليا وانا شايف وعارف كل حاجه بتحصل. اللعبه بتاعتنا لها اصول ولها قواعد. احنا عالم غلابه مش زيكم على باب الله.
هي حرب. ولا عندك دليل غير مصدر القضيه؟ حرب وهاخدها معاك وبدون اي تنازل. بعد شويه هنشوف الفنان احمد السقا نشر ايه عن فيلمه الجديد هروب اضطراري على الفيسبوك. استنونا. وهنروح دلوقتي لاخبار السوشيال ميديا، واللي هنبداها بطرح الفنان احمد السقا بوستر دعائي جديد لفيلم هروب اضطراري على صفحته الرسميه بالفيسبوك، وعلق عليه وقال: بوستر غير رسمي لفيلم هروب اضطراري، ان شاء الله نجاح يليق بكم. نشرت الفنانه شريهان صوره جديده ليها بعدسه المصور كريم نور على تويتر، وعلقت شريهان على الصوره وقالت: اصلي وادعو للعالم اجمع بالسلام والحب والحياه الكريمه، اتمنى عام جديد يحمل الخير لجميع البشر. كتب الفنان رغب علامة تويتا بيعبر فيها عن حزنه على الحادث الإرهابي في تركيا، وقال على تويتر: الرحمة للشهداء الذين سقطوا في اسطنبول وبغداد وكل مكان بسبب الإرهاب. الفنانة الشابة ريهام أيمن نشرت صورة على إنستغرام جمعتها بزوجها الفنان شريف رمزي وابنها من ظهره، وردت على اللي انتقدوها عشان بتصور ابنها من ظهره دايما، وقالت: لما تحب فنان انت بتحبه لفنه، ولما تحب تشوف صوره هتبقى ليه هو مش لأولاده، أنا ابني مش فنان ولا مشهور علشان تحبوا تشوفوا صوره على صفحتي. نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على صفحتها الرسمية بإنستغرام صورة جمعتها ببنتها تاليا، وكتبت سيرين: وكبرت بنتي تاليا. فاصل ورجعين لكم تاني، خليكم معانا وما تروحوش بعيد. نجاح كبير بيحققه المطرب السوري روجيه خوري بعد اغنيته الاخيره، واللي حققت نجاح كبير جدا عند الجمهور. وانا مثلن بعشق من قلبك وجاي لقلبك، انا قلو لما بعشق صبيه، انا بعطي اكتر ما فيه، ويلي مثلي قلال كتير بديري بالك علي، لما بعشق صبيه انا بعطي اكتر ما فيه، يلي مثلي قلال كتير بديري بالك. كاميرا أرابود قابلت الفنان السوري روجيه خوري خلال إحيائه إحدى الحفلات الخاصة في القاهرة، وكشف لنا عن مشاريعه الجديدة. رح أشتغل شوي من الأغاني اللي الخاصة فيي، وشوي أغاني لغير مطربين. أنا منزل تقريبا 8 أغاني، فهلأ صار لازم أعمل كليب يعني، وإن شاء الله خير، يمكن صور هون يمكن بلبنان، وإن شاء الله خير. ومن بين الأغاني اللي حققت شهرة كبيرة للمطرب السوري روجيه خوري كانت أغنية كشفك والله. بالبداية بلشت لحالي، اشتغلت غنية اسمها كشفك والله، تعاملت فيها مع الشاعر والملحن فضل سليمان، ألحان الملحن حسان عيسى، توزيع علي حسون، تيم سوري كان بحت، اشتغلناها وكتير طلعت حلوة، يعني جو عنا، جو سوري لبناني. كان في عقد قصير مع شركة واشتغلنا حلو، اشتغلنا شوية أغاني، كان في من يعني تعاملت مع شعراء وتعاملت يعني وأخذت قصص مني أنا يعني كلماتي وألحاني. كمان روجيه خوري موهوب في التلحين، وعشان كده سألناه إذا كان بيعتمد في أغانيه على ألحانه ولا بيفضل التعاون مع ملحنين جداد، وكشف لنا كمان عن أخباره الجديدة. إذا بسمع أغنية حلوة أكيد يعني بالعكس، الحلو الواحد يغير، حلو يتعامل دائما مع افكار جديده، مع ناس جديده، مع يعني بتعرفي دائما كل اغنيه بيكون فيها روح الشاعر، روح الملحن، هالقصص هاي لما بتجتمع هالقصص هالعوامل هدول بيعملوا اغنيه ناجحه، وان شاء الله نكون ناجحين يعني. الجديد عامل اغنيه جديده كمان اسمها حشيشه قلبي، كلماتي والحاني، وعامل بعدها وحده ما رح اقول لك شو اسمها، كمان كلماتي والحاني. يعني عمل كذا ستايل، ان شاء الله تحبوا الناس. بالنسبه للتمثيل بيستعد حاليا روجيه خوري انه يدخل مجال الدراما من خلال عمل فني جديد كشف لنا عنه. هلا كان في فكره من سنه تقريبا، رمضان اللي مرق، رمضان اللي فات يعني، مسلسل كمان قصته حلو كتير ومن بطولتي انا وفي مجموعه من الفنانين الكبار كتير. لا هو كتابه سيناريو للممثل والسيناريست طلال مرديني، ممثل سوري، وفي كتير نجوم يعني انا بيشرفني اكيد، هن كتير كبار بعالم التمثيل، ويعني انا اذا بدي فوت بجو التمثيل انا كتير مبتدئ بالنسبه لهم يعني، فهذا كتير شرف الي يعني، فرصه كتير كبيره. اسم المسلسل رح يكون يا كل الدنيا على اسم واحدة من الاغاني تبعوتي. هلا ان شاء الله اذا تم الاتفاق على كل شيء يعني على التاريخ وعلى القصص، المفروض ينعرض رمضان الجاي، ايمت رح نبلش معه. وفي اخر لقائنا مع المطرب السوري روجيه خوري سالناه اذا كان بيميل اكثر للاغاني السنجل ولا ممكن ينزل الالبوم الفتره الجايه. هلا الفكره اني رح نزل سنجل هلا، وان شاء الله لنشوف يعني، يمكن نزل 4 أو 5 اغاني يعني ميني البوم،
ويمكن نزل اكثر حسب لنشوف يعني اذا الناس عم تتقبل بننزل. ما فيني انا نزل 10 اغاني والناس تكون ما حابه. الحمد لله حابين فما بعرف ان شاء الله خير. ودلوقتي هنروح لاخبارنا العالميه وهنبداها بطرح الاعلان الجديد لفيلم تراسباس اجينست اس وهو من بطوله مايكل فاسباندر. وحصل الفيلم على اشادات من النقاد والجمهور في مهرجان تورونتو اللي اتعرض فيه مؤخرا وحصل على ترشيحات لجوائز كتيره. وهو بيحكي عن رجل بيحاول التخلص من السمعه السيئه لعائلته واخرج الفيلم ادم سميث وهيتعرض الفيلم في السينمات العالميه خلال الشهر الحالي. We've got potentials. Thing is, Chad, we can't be having your old man and his old luck pitching up. We're a shell community. No troubles, and they want to keep it that way. It's all I want, too. Got a job for you tonight, all right? Can't live like this no more. Can't do it. I've had enough. It's all right, Cal. We're all getting over you now. خلال يومين وتحديدا يوم 13 يناير هيتم عرض فيلم باتريوتس داي للنجم مارك وولبرغ. وبتدور قصة الفيلم حول معاوضة رجل شرطة في الأحداث اللي أدت لتفجير ماراثون بوسطن إبريل 2013 ومحاولة العثور على الإرهابيين المتسببين في الحادث. Are there more bombs? I want a lawyer. No. No, I have rights. You ain't got shit, sweetheart. What I saw today, good versus evil, love versus hate. خلال الشهر الجاي هيتم طرح فيلم الرعب جات اوت وبتبدا احداث الفيلم الغامضه لما بيزور شاب امريكي من اصل افريقي بيت حبيبته وعائلتها الملعونه. والفيلم من بطوله برادلي ويتفورد وكتابه واخراج جوردن بيلي. I'm back in the beat. So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? تم طرح برومو جديد لفيلم الأكشن والخيال العلمي Guardians of the Galaxy 2 وظهر فيه خطف شخصية بيبي جروت واللي بيجسدها فان ديزل. والفيلم من المقرر طرحه عالميا يوم 5 مايو 2017 وبيشاركوا في بطولته كريس برات وبرادلي كوبر. فاصل وراجعين لكم تاني، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. ولسه بنكمل معاكم لقاءنا مع الفنان والملحن السعودي محمد بودلة واللي قرر انه يقدم للجمهور ميني ألبوم جديد بعد النجاحات الكتير اللي حققها في مجال التلحين. لك ما بيك انا ما بيك معذور ولو صدقت انا خليك حبيبي ولا يقوله حبيبي الله لا يقوله تراني ما اروح بعيد مهما صار يا حبي صحيح احياك معقولة. وسألنا محمد بودلة عن الشعراء والملحنين اللي تعاون معاهم في ألبومه الجديد وهل هيلحن لنفسه أغنيات في الألبوم ولا لأ؟ أنا عندي يعني في الألبوم صالح المناعي شاعر، خالد المريخي، عبد الله بودلة، مجموعة يعني هي أنا مش أغنية يعني مش حاط الأغاني جاهزة، لا يعني لسه بختار وبعيد. لأن تعرف الأغنية يعني مهما تسمع كم أغاني السوق ساعات يختلف الذوق، يعني ما تقدر تنزل اللي أنت تحسه قريب من نفسك، لازم تسمع السوق شنو اللي بعد يحتاجه. عندي يعني في يعني ودي أقدم لون جديد علي. كمان سألنا الفنان والملحن محمد بودلة عن السبب اللي خلاه يتعاون مع ملحنين في ألبومه الجديد وقرر إنه ما ياخدش لحن من ألحانه. أنا هذا اللون يقول لك لون جديد علي، يعني بعيد عن ألحاني أنا. الملحن علي صابر
ملحن صديق نمسي عليه بالخير. يعني هذا لونه مختلف وحالة بعيد عن أحاسيسي يعني. فجميل أنك تخلط بين إحساسك وإحساس غيرك إن شاء الله. يعني الألوان حقته ألوان عراقية شبابية. أنا دايم يعني في عملي دايم أسمع شنو الجديد اللي نازل، أسمع جميع المطربين الخليجيين العربيين، أشوف الأغنية يعني جمهورها يعني كل يوم يتجدد، كل يوم يتجدد جمهور الأغنية، كل يوم يعني في ذوق معين. وكشف لنا الفنان محمد بودلع عن شكل ألبومه الجديد وهيناسب أي فئة عمرية من الجمهور. رومانسي يعني هقدم أغنية واحدة من أصل 4 أو 5 أغاني، أما الأغاني تكون أغاني السوق اللي هي اللي يعني اللي يستخدمونها دائم في الأفراح في المناسبات. يعني لازم تناسب جميع الأذواق الشباب والكبار بعد. يعني ما ننسى هذه الفئة، يعني مو بس للشباب، بالعكس الشباب الحين هم يعني هم المستقبل، اللي فنانين المستقبل اللي قادمين. وما يعني كلنا ابتدينا واحنا صغار والحمد لله، كانت يعني كان في وقتنا ان نناسب ذوق السوق وذوق الجمهور. بس كل خطوه يعني بنسويها لازم نتابعها، نشوف شنو الاراء الناس. بعد التحضيرات اللي بيقوم بيها الالبوم الجديد، هل هتبعدوا تجربه الغنى عن شغله الاساسي وهو التلحين؟ ده اللي هنعرفه منه دلوقتي. انا يعني كملحن يعني صعب اني ابعد عن طريقي ومجالي اللي انا ابتديت فيه. يعني لا، ببقى انا كملحن وبركز دائم على شغلي، يعني هذه شغلي ورزقتي وحياتي اللي انا ابتديت منها. فيعني ثقافتي فيها اكثر من ثقافة الغناء، لكن يعني مع فترة سنين انا تعلمت يعني كيف اتقن غناي، كيف اتعلم يعني من الفنانين القدامى وفنانين النجوم الموجودين. وفي آخر لقاءنا مع الفنان والملحد محمد بودلع سألناه عن أفضل الأعمال الفنية اللي قدمها خلال مسيرته، وكمان كشف لنا عن أخباره الجديدة. أنا قدمت شوف أغاني كثيرة، كل الأغاني اللي أنا قدمتها أنا راضي عليها. يعني قدمت مثلا من يقول إني لغيرك، راشد الماجد، حسين الجسمي، الخيانة، مليون خاطر، عبد المجيد، بغيضك، الأحلام. وأنا يعني أغنية الفنان أحلام هي بغيضك، رجعت أنا غنيتها، بس غنيتها بتسجيل يعني بسيط ونزلتها يعني للجمهور. عندي إن شاء الله عبد المجيد عملين، وعندي إن شاء الله الفنان ماجد المهندس مجموعة أعمال، وعندي لسه طرح لي عملين مع فنانين شباب، وليد الجاسم بأغنية لا قوة وأغنية بلغوه للفنان غيث محمد، لأن هذا اليوم نزلوا في الأسواق. وبكده حلقتنا وأخبارنا النهاردة خلصت. استنونا بكرة قبل الوقت ده بساعة في حلقة جديدة من عربوت. شكرا لكم. شكرا لك يا آية. كمان أحب أفكر مشاهدينا تواصلوا معنا على كل موقعنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. من النهاردة لغاية لما نشوفكم تاني، آية عبدالله وكريم شوقي، هتوحشونا جدا. باي باي.